السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا القميص الأبيض في المنام، ونبدأ برؤيا ومعنى القميص الأبيض في منام العزباء. عندما ترى العزباء خلال نومها أنها ترى قميص لونه أبيض، تكون الرؤيا دلالة على أن هذه البنت عاطفية جدا وتحمل في داخلها شعور كبير بالنقاء والصفاء الداخلي. عندما ترى العزباء خلال نومها أنها تقوم بشراء قميص أبيض اللون، الرؤية تدل على أن هذه البنت تحاول في الفترة الحالية الابتعاد عن المعاصي وتتوب إلى الله المولى عز وجل، كما تحاول أن تتقرب من الله عن طريق العبادة والصوم والصلاة وقراءة القرآن. وإذا رأت خلال نومها أنها تقوم بارتداء قميص لونه أبيض، فهذه الرؤية تدل على أن هذه البنت قادمة على أمور جيدة في حياتها، وسوف تحقق بعض النجاحات في حياتها، النجاحات كثيرة مثل العمل أو الدراسة أو الزواج. عندما ترى أنها ترتدي قميص أبيض وتشعر بكثير من الخجل، فهذه الرؤية تدل على أنها سوف تتزوج في القريب العاجل وسوف تحظى بحياة زوجية سعيدة. تفسير رؤيا القميص الأبيض في المنام للرجل. عندما يرى الرجل في نوم القميص الأبيض أمامه بشكل عام، تدل على أنه رجل صالح ومتدين، ويحاول دائما السعي وراء تحقيق حلمه وطموحاته ورغباته من أجل تكوين مستقبل أفضل له ولبقية أفراد أسرته. خلال النوم إذا شاهد أنه يرتدي القميص الأبيض، فيدل على أنه يحاول أن يبتعد عن المعاصي والذنوب، ويحاول أن يبتعد بشكل نهائي عن الأفعال المحرمة التي يرتكبها في الوقت السابق ويتوب إلى الله عز وجل. إذا شاهد الرجل أنه يقوم بشراء قميص أبيض، فسوف يحصل على مصدر دخل جديد مما يساعده في توفير كافة متطلبات ومستلزمات البيت. إذا رأى الرجل أنه يقوم بإعطاء زوجته قميص لونه أبيض كهدية، تشير إلى أن هذا الرجل يحب زوجته ويقدر جملها، وأنه يؤمن بأهمية تواجدها في حياته وأنها عصب المنزل. رؤية القميص الأبيض في منام المرأة الحامل. هذه الرؤية تدل على أن هذه المرأة سوف تنجب مولود ذكر بإذن الله، والله أعلى وأعلم بما في الأرحام. أيضا رؤية القميص الأبيض المطرز في الحلم وهي تنظر إليه بشغف وكان شكله لامع وجذاب، فسوف تنجب أنثى بإذن الله تعالى. إذا رأت المرأة الحامل أنها ترتدي قميص أبيض، فهذه تشير على أن هذه المرأة بارة بوالديها وأنها تلبي طلباتهم ورغباتهم وتسأل عليهم كثيرا، وتحاول دائما أن ترفع عنهم شعورهم بالعناء. تفسير رؤيا القميص الأبيض في المنام للمتزوجة. عندما ترى المرأة المتزوجة في منامها أنها ترى القميص الأبيض أمامها، فهذه الرؤية تدل على أن هذه المرأة تشعر بكامل الهدوء والراحة النفسية والثقة بالنفس، كما أنها تتسم بالصفات الحميدة التي تجعلها محبوبة ومفضلة من الجميع. أيضا رؤية المرأة المتزوجة أن زوجها يهدي لها قميص أبيض كهدية، تدل على أن جميع المشاكل والأزمات التي تعكر صفو وجمال الحياة الزوجية سوف تزول، وأنهم يرجعون من جديد يعيشون ويفتحون صفحة جديدة وسعيدة في حياتهم الزوجية. المتزوجة التي ترى أنها ترتدي قميص أبيض ويكون القميص ساتر لكل مفاتنها وواسع عليها وشكله رائع وجميل، فهي تدل على أنها امرأة شريفة وعفيفة، ويشهد لها الجميع بحسن الخلق وطيبة السمعة وأنها تصون عرض زوجها. إذا رأت أنها تقوم بغسل قميص أبيض تفضل لبسه باستمرار، تدل على أن هذه المرأة سوف تسمع أخبار جيدة في حياتها القادمة بإذن الله. إذا شهدت أنها تشتري قميص أبيض، فهذه الرؤية تدل على أنها سوف ترزق بمصدر دخل جديد هي وزوجها، وستحقق منه أرباح كثيرة، وستتحسن مستوى معيشتها بشكل ملحوظ جدا. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.